وانا متى دخلت 11 مليون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا جماعة؟ ان شاء الله طيبين. بشو حالكم يا جماعة؟ شنو هالدعم هذا يا جماعة؟ يا جماعة والله ما ادري شنو اقول يا جماعة، يا اخي ابكي ابكي، علمني ابكي. صراحة سنة 2020 من افضل السنين في حياتي، بس يعني لو مو كورونا لكانت الان بمناسبة ال 11 مليون يا جماعة كذا نتجمع في حفلة، حفلة كذا يا جماعة نرقص مع بعض في الهالستان. الحمد لله يعني نهاية 2020 قاعد يلاقون لقاح للكورونا، الحمد لله يعني السنة هذه راح تخلص بإذن الله، والسنة الجاية راح ننزل عدد. مخاوف كثيرة يعيشها العالم بعد الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة. سلالة جديدة من الفيروس تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتقال بنسبة 70% من سلالات الفيروس. كوفيد يا شيخ، والله مع نفسكم أنا رايح حبيبي 2020 تحملتكم، أنا مالك شو خلص، أنا رايح حبيبي 21 مع السلامة. السلام عليكم. الله ياخذك. هاي 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 هاي، استغفر الله واتوب اليه. كوفيد 20، كوفيد 19، السنة الجاية كوفيد 22. لا ما والله ما اقعد، والله ما اقعد حبيبي 20 سنة. انا قاعد بكره شنو؟ بكره اصير حامل. انا بقيت بطبخ في البيت. اخذ عني. وين رايح؟ يا ولد وين رايح؟ ايش تبي؟ وين رايح؟ انا رايح. ايش فيك؟ وين رايح؟ انا بروح المريخ، تكفى انا تعبت. ليش؟ اقسم بالله ليش؟ ليش؟ من كورونا كوفيد انا تتوخر عني. ركز ركز، وين رايح؟ تمام؟ تروح كورونا؟ تروح المريخ؟ وين رايح انا؟ رجعنا وين رايح؟ اوكي رجعنا. لا من جد يا جماعة الحمد لله على كل شيء، دام ان احنا عايشين بسنة 2020 وقدرنا نطلع برا 2020 امور كلها تمام التمام الحمد لله، الا اذا كانت 2020 احمال لسنة 21. المهم خلينا نرجع لفكرة المقطع. بكل بساطة راح ندخل موقع OMETV اللي الان كل اليوتيوبرز طايحين عليه، طبعا انا اخر واحد كالعادة. اللي راح اسويه كالاتي، اول ما ادخل اي شخص راح يعرفني لو بلاي ستيشن 5. وات ذا هيل يا ولد، انت مجنون يا ولد، شكلها فلوسك زايده ما تعرف شو تسوي فيها. اوكي اللي يقول مثل الكلام هذا، انا عندي قاعده مهمه، بعد الله انتوا اللي اعطيتوني الفلوس اللي بيدي، ما هي بخساره انها ترجع لكم. اوكي قبل لا ابدا يا جماعه لازم اشكر موقع كذا سوق لرعايتهم المقطع هذا، اهدوني 11 جهاز عشان اهديها لكم. موقع كذا سوق من افضل المواقع اللي تشتري فيها كراسي جيمنج ديفو المعروفه، ايضا شاشات جيمنج ديفو، ماوس وكيبورد وسماعات واشياء كثيره. مع كل هذا ايضا جبت لكم خصم 11% على 11 مليون، 11% خصم لكل شيء بالموقع 11%، بس اللي عليك تسويه انك تستخدم كود ابو فلا. وبالاخير الرابط تحت بالوصف اذا كنت تبي تشتري لك كرسي جيمنج اي اجهزه، تحت بالوصف استغل الفرصه. شكرا كذا سوق لرعايتهم المقطع، خاصه اخوي علاء من الناس اللي والله نفتخر فيهم بالشرق الاوسط. I love you my nigga. اوكي يا جماعه دخلنا برنامج اومي تي في، تقريبا في 234,000 واحد حاليا متواجد، من هالرقم هذا بس 11 راح ياخذون بلاي ستيشن. قبل لا اضغط ابدا يا جماعه لا تسوي زر اللايك. Let's get started. السلام عليكم. رد علينا السلام يا اخوي. يا هلا والله حبيبي، بعد قلبي الله يسعدك الله يوفقك. تعرفني؟ يا بعد ايش اللي ضحك يا بابا؟ اخ لو يدري راح على بلاي ستيشن 5. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو؟ قاعد تتسبحين انت؟ لا بصاله صوت شاور هذا. لا ما في شيء. اوكي. طيب تعرفيني؟ لا ادري صايدنا بس انه لا والله ما اعرفك. ليش منت؟ ابو فلا ابحثي باليوتيوب. والله ما اعرفك. والله غريب. ما تعرفين. ابو فلا يلا خليني اكتبه بنشوف بعدين. يلا توصي شيء. مع السلامة. مع السلامة. اوكي خلنا ما ادري شو السالفة، الناس ما تعرفني يا جماعة والله. ابو فلا. هلا والله. اخيرا. ليش الشاشة سوداء يا اخي؟ يا هلا والله. يا مرحبا بالشباب الطيبين. يا هلا يا بعد يلا الله يسعدك. واحد يوتيوب والله. لا 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 منك منهم يعني. طيب مين بدري منك؟ ها شلون؟ اقسم بالله اقوى واحد باليوتيوب انت. من بدري طقع. لا 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 لا
تشرفت فيك يا بعد قوي حاليا قاعد انا اللي تشرفت اقسم بالله يا بعد الله يسعدك يا اخي ولا تنزلنا مقطع اسمع حاليا قاعد اصور مقطع اسمع الكلام حلو انا قاعد اصور مقطع بس مقطع بكل بساطه اللي يعرفني راح ياخذ بلاي ستيشن 5 فيا طول العمر دام انك عرفتني لك بلاي ستيشن 5 بلاي ستيشن 5 اي والله لك ويوصلك يا بعد يا ابن لا يا بعد بدر طيب والله شوف انت خذوا انا يعني ما ينفع كذا راح نظلم الناس الثانيه لا بس اعطيك بلاي ستيشن انت بيعه وتقاسموا بينكم اوكي بس تمام تمام اللي بعده الطاقي لا لا هي كمل كمل صوتك حلو كمل تعال اسمع هلا هي ابو بله والله ابو بله يا هلا والله هلا حبيب قلبي شو عيونك اسمع اسمع ودمنعك الله يسلمك شي حبيبي لا دقيقه دقيقه بقول لك شغله قبل لا يا طويل العمر قاعد اصور مقطع بكل بساطه المقطع عباره عن اللي راح يعرفني لو بلاي ستيشن 5 فدام انك عرفتني يا صاحبي اتمنى تعطيني رقم اتواصل وياك عشان اوصلك البلاي ستيشن 5 اوكي والله والله اني صادق يلا صدق يلا تم ارسل لي اياه ارسل لي شلون شلون اسكت انت كم كم الو ابو فلن ابو فلن ابو فلن ابو فلن كيف ما يمكن وتدخل ابو فلن السلام عليكم عليكم السلام يا مرحبا كيف الحال الشباب يا هلا والله يا هلا يا هلا يا وش القعدة الحلوة هذا صوروني صوروني يا جماعه صوروني بقول شيء اسمعوني اسمعوني عدل قول قول انتوا كم واحد أربعة كثير أربعة كثير طيب أربعة صح خاص كل واحد فيكم $100 عي كذا تمام كذا تمام عطوني رقم تواصل عشان أرسل أرسل أنا شوف عطوني رقم تواصل لأكثر واحد أمين فيكم صادق أمين عشان هذا أنا حبيبي أنا كل مصابين لون يا جماعة لا تضربون يا جماعة يا جماعة ايش قاعد يصير يا ولد ايش قاعد يصير يا ولد لا تضرب لا لا تضرب يا ولد اثنين اثنين نزلنا باليوتيوب والله انزلكم باليوتيوب تبون تقول شيء لا 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 تكفى اطلع اطلع زين اسمع طيب طيب اسمعني اكيد ما تبون تنزلوا يوتيوب لان انا قاعد اسوي الحين مقطع اللي اشوفه بالبرنامج اعطيه بلاي ستيشن 5 فما تبون انزلكم الحين تبي ها الحين انت هلا والله مرحبا كيف الحال والله بخير الحمد لله شلون وين رايحين وين رايحين اخذوني معاكم رايحين لعبدلي والله والله بسياره تكبى بسياره تجي معانا والله شوف حاليا ما قاعد اوزع سيارات قاعد اوزع بلاي ستيشن تبي والله احسن واحد بالدنيا والله يا اخي ان شاء الله توصل يعني السلام عليكم الو لا تكفى الو عليك لا را لا كان يبي سيارة يا جماعة كنت أقدر أجيب له سيارة البلاي ستيشن كامري موديل 2001 أوكي يا جماعة حاليا بسوي حركة وسخة خذيت لي صورة أبسوي كذا شوف أبسوي كذا وضغط بدأ خلينا نشوف شو راح يقولون مخلى هلا والله هلا فيك يا مرحبا كيف الحال مرحبتين يا مرحبا طرقعتني يا الزلم عمال واحد جاي يستعبط يا هلا بالزلم شلونك؟ هلا فيك بخير والله دوم صحابي يا بعد قلبي الله يسعدك بعد راسي يا بعد قلبي ما ابي اطول عليك بقول لك قاعد اسجل مقطع فكرة المقطع بكل بساطة ان اللي يعرفني بعطيه بلاي ستيشن 5 فيا طويل العمر فزت معانا بلاي ستيشن 5 يا بعد راسي الله يسلمك لا ما نبيها ابن الحلال لا يا بعد قلبي والله ما تردني والله ما تردني والله والله ما تردني العب واحد ثاني ولد ورب ان انا ما تردني لا شوف لا تفكر لا يلعب عليك الشيطان تحط التالي اسكب ما والله ما والله ما تردني يا ابو زعلان ما اخذها ورب ان ما ازعل لا يا ولد حق واحد ثاني غيري اسمع على راسي من فوق يا بعد قلبي انا هذه هديه بعطيها لك انا هذه هديه بعطيها لك لا تردني فيها بس تم حبيبي عطني رقمك يا طويل العمر آه
صدقنا مرة اللي يشوفني ويعرفني راح اعطيك بلاي ستيشن 5. ففزتوا معنا بلاي ستيشن 5 ان شاء الله. انا حاخذ مورتي. اذا ممكن رقم تواصل عشان اقدر اوصل لكم الجهاز. طيب او ارسل لكم الجهاز. دقيقه بس. لا اللي جنبها مدت يدها تبي تضغط سكيب، فجأة تقول لا تسوي سكيب. طيب ليش يعني؟ شوفوا يا جماعة والله ان البنات اقسم بالله فيهم الخبث، علشان هي اللي فايزة. ما تبي تاخذ البلاي ستيشن تخليها تاخذ البلاي ستيشن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو فله وين راح يا الله هدي شوي خلاص. طيب هدي شوي حبيب قلبي. طيب اسمعوا، انتوا كم واحد؟ احنا اثنين، يعني كنا ثلاثة بس واحد طلع. اوكي والله هو الخسران اللي طلع. اسمع، ابي صاحبك بعد يسمع الكلام اللي راح اقوله. ان أب انت فزت مع ابو فلة، انت ويا راح تاخذون بلاي ستيشن 5. اذكر الله يا ولد، انت لا يصير لك شيء. هدي شوي هدي شوي زين. اوكي ارسلون عشان لا يصير اي شيء غلط. بالغلط تضغطون سكيب، وانا بالغلط ارسل لي رقم اتواصل وياكم عشان ارسل لكم. منو احسن، ابو فلة ولا بندرتا؟ انا ابو فلة شبك هذه. يا الله ابو فلة، يا هلا والله ابو فلة. ابو فلة ليش مبتسم؟ كل يوم انا مع ابو فلة هذا التلفزيون حورني قسما بالله. ابو فلة وقسما بالله اطالعك من اول ما بدت القناة، واقسم بالله العظيم يا بعد قلبي لا تبكي. انت وياه تاخذون بلاي ستيشن 5، انت وياه. انت اقوى من بندرتا، تدري هذا؟ هذه معلومه ابيك تعرفها، انت اقوى من بندرتا. دقيقه منو بندرتا هذا؟ No way. قول ما نقول. He's giving you a PlayStation 5. لا. He's gonna go PlayStation 5. Let's go. والله. كم تبيع سيارتك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها؟
هل الى الان طلعت فوق المليون دينار؟ وصلنا لنهاية المقطع، ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع. هذه كانت فكرة بسيطة ان شاء الله عجبتكم، ازوز اللايك اذا عجبكم المقطع. وقبل لا امشي جيدية بس يا جماعة، شو درجة حرارتكم 42؟ من ابي فيل ليس لا فيل ذس يو نو سبيد نو كاب وانا كيل. طبعا عنك كلام واجد، هل انت كويتي ام سعودي ام سوداني؟ جاوب الحقيقه المره، جاوب الحقيقه يا ابو فل. شوف ما حد يستهمنا اصلا يا طويل العمر. ولكن انا ما قاعد اقول ايش اصلي من ليش، لان نقطه مو مهمه عرفت. ولكن اذا سالتني السؤال هذا انا ماني ما راح اردك. جنسيتي يا طويل العمر من لا اله الا الله محمد رسول الله.